ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن الطريق السيار ببوزنيقة ضواحي المحمدية شهد يوم الأحد وقوع فاجعة طرقية خلفت مصرع 3 من رجال الشرطة عقب اصطدام سيارة خفيفة من نوع غولف بلوحة إشهارية. وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق برجال الشرطة بالزي المدني كانوا في طريقهم من المحمدية إلى بوزنيقة، إلا أن الأقدار الإلهية شاءت أن يفارقوا الحياة نظرا لقوة اصطدام السيارة باللوحة الإشهارية. وأكدت ذات المصادر لماروك أخبار يومية أنه تم نقل جثث الهالكين إلى مستودع الأموات، في حين فتحت السلطات تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث المروع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.